bitch knows it was raining. Oh no 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 no! On him calls for oatmeal. I know, sweet. Okay, never mind. Hello guys, welcome back to my channel. خلي أربط شعري دقيقة. دنيا صبح شعري ما مسويته بعد شوية أروح أركض. بس اللي هنا جديد وبعد ما نسوي سبسكرايب لا تنسون تسوون سبسكرايب، واذا راح تحبون هذا الفيديو وتستفادون من عنده سووا ثامز اب. طبعا الفيديو اليوم راح يكون شنو اكل بيومي، لانكم من عندكم اللي يسالوني ثريا شنو تاكلين بيومك، واني اقول لكم كل يوم شكل، ما عندي يوم نفس الوجبه. مرات حتى اعبر وجبات، مرات مثلا ما اتغدى بس اتعشى، مرات اتغدى واتعشى، مرات اتعشى ما اتغدى، يو نو حسب كل يوم شكل. بس اليوم راح اشارك وياكم اكلي. اول وجبه راح اكل هسه راح اسويها وياكم اللي هي الريوق مالتي تقريبا، فراح اسوي بيض وهنا مطلعه السبينج بيبي سبينج وطماطه. ذاتس ات. طبعا كل شوية احب اجيب هذولي تشيري توميتوز لان كلش صغار وبس اقسمهم بالنص وذاتس ات. بس راح استخدم شوية افوكادو اويل. طبعا اليوم كان كلش عاجبني اكل اوت ميل لان شوية اسرع من البيض، بس مخلصة اوت ميل. اللي ما يعرف شنو اوت ميل معناها شوفان. طبعا انا اوريدي لابسة مالتي توب مال ركض، فنخلص اكل ونروح نركض. بعد الطماطة شلون احبها تصير؟ احبها تصير بهذا الشكل، يعني صدق صدق تنطبخ ويروح كل المي مالتها، هيك احس يصير هيك حموضة بالطعم مالتها. ينو هسه نحط بيبي سبينج. بعد بيبي سبينج شكد يقل، بالبداية من حطيته كان كلش هواية، ريحة الاكل تجوعني اكثر. بيضتين بس راح اضيف ملح وبلاك بيبر، فلفل اسود يعني، وهذا يصير شكلها. خلي تنطبخ. جايز اكو كمان عندكم يسالوني شنو نوعيه الخبز اللي اكله. انا ما اكل خبز طبيعي، اكل بس هذا اللي اسمه رايس كيك، اشتري يكون ما بي طعم تشوفون من كويكر. واو، طماطه سبينج والرايس كيك والبيض. يوم يوم طبعا اخر مرة اكلت بيض شفت بالكومنتس انكم عندكم ما يحبون البيض. شلون؟ انا كل شوية احب البيض. جايز طبعا ابديت صغير عن القوالب اللي دا البسهم ماتي، هما مزعجين جدا، هاي لابستهم قبل ومزعجين جدا من هسه داعبكم، لان الصبح مثلا اقعد انزعها واشرب قهوتي ستراي قد وياكم افرج سنوني وارجع البسهم. نفس الشيء باي وجبه اكلها لازم افرج وارجع البسهم، افرج وارجع البسهم. فلذلك من اكون طالعه ما راح اشيل فرشتي وياي فما البسهم من اكون طالعه. صار لي تقريبا اكثر من 10 ايام او اسبوعين على القوالب مالتي. اللي ما يعرف عن شنو دا احكي، دا استخدم قوالب متحركة تعدل السنون لان عندي شوية فراغات بسنوني، فدا احكي عنهم. اول مرة لبستهم ادفع 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 بالقالب حتى يدخل على سنوني، هسه لا بسرعة يدخلون لانه تحركت السنون. اصلا ما كان عرفت انه انا لابستهم. جايز طبعا دا احس شفتي شويه ناشفه ويراد لها تقشير، فراح استخدم هذا السكراب من وشفول، اسمه يو جلو انزيم سكراب. شويه راح استخدمه على شفتي قبل ما اروح اركض لان شفتي راح تنشف بالزايد. سو استسمعي لا تحرمني. عينه صيح.
طبعا هذا الاس بي اف احطه على وجهي لان احسن اس بي اف استخدمته بحياتي بصراحه. كلش كلش خفيف، باعوا عبالك ما تشوفون كلش خفيف، لان بصراحه احس الاس بي اف من يكون خفيف ما يسد المسامات. انا هو اللي احطه. ما عندك واحد؟ لا. عبالي تو اشتريت لك. لا. تريني اشتري لك؟ يس. طبعا علي كل شيء نستخدمه انا وتوته نحاول انه نقنعه يستخدمه. حكتب لكم اسم اللي يريد يجربه، انصح اللي ما يحبون الاس بي اف ويريدون واحد كوش 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 خفيف جربوا هذا. هذا الاس بي اف اللي استخدمه على جسمي، رشاش كلش سريع كذا كذا. And we're done. هو في اوه هو في هذا شنو حادث؟ اوه هذا شنو دعم؟ I don't know what happened. واو. سكيتش عند اي ليفلت. يمكن اكو كومر شرطه شكلها جريمه اكو. واو. This is becoming a sketch. هاي عيني. هاي تاليه. هذا هيوستن. شنو بالكم اللي يريد يجي بهيوستن؟ لا على بالكم. على من اليوم اكو بيزي هواي. اي ناس قاعده تطلع تركض. يتمرنون. يلا خل نروح نركض. جايز ما اخذتكم هنا 20,000 مره، فهسه راح تشوفون هذا شكلنا الحالي وشوفونا ورانا كم. جايز خلصنا ركض. بعد شلون؟ انا ميت عطش. تعبت هوايه بالركض؟ لا. ولا اني؟ انا ما تعبت هوايه. احنا يراد طبعا طبعا سباقه ثريا غير. سبقني تقريبا بثلاث دقائق اربعه، which is هوايه ترى اذا ثلاث دقائق اربعه. حتى اصلا قاعد احاول. قاعد ماشي نص ونص. لازم نلبس ماسكاتنا. ياو. هيان هالاوت ميل هاي اللي راح اجيبها تشوفون مكتوب عليها اولد فاشن اوت ميل. يب. انزين ماكو احد قدامنا، ما بس احنا باللاين. عمو ليش نتباوع؟ شفتك شفتو؟ كان هنا علي. خلصت حمامي، هسه راح ابلش اطبخ. طبعا راح اطبخ فشي اسمه سكالو، راح احط لكم صورته. هاي اول مره اطبخه وشفت الرسبي مالته اونلاين انه كلش سهله وتاخذ بس 15 دقيقه الى 20 دقيقه حتى تصير جاهزه. سكالو هو نوع من انواع الاكل البحري، يعني مثل السمك. شي 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 قوقعه. شنو قوقعه؟ قوقعه هي يعني اكل بحري. فهو محطوط بتشيس بس راح اشيله واحطه بماعون حتى اشوف لكم اياه تشوفون. دائما هو ينباع بهاي الطريقه. ناخذ قطعه طبعا، احنا طلبنا 12 قطعه حاط لنا 11 قطعه. صدق؟ اي والله. طبعا بالاضافه للسكالوب راح تحتاجون ثوم اللي هو جارليك وليمونات، ايش قد ما تريدون انتم تحطون ليمون حطوا. طبعا شعري ببلل سفر عن الحمام، سو اجنور الشعر. الليمونات راح اعصرهم. عصرت ليمونات اثنين طبعا انترست. راح احط هنا اوليف اويل حتى بس اطبخ السكالوب بوحده. ولان ينطبخ بسرعه لازم انتبه انه كل جهه تقريبا اخليها من 3 دقائق الى 5. بعرف شلون صفضتهم. طبعا بين ما ينطبخ السكالوب اريد اطلع شويه خضروات احطهم بالاوفن حتى يصيرون بسرعه. عندي هنا البروكلي راح اغسله، وعندي هنا الكاليفلاور اللي هي قرن ابيض.
فهنا انا قطعت القرنبيط وقطعت البروكلي الصراحه غسله واحطه على البان واحطه كليته هنا انا ورا ما اخلصه. هسه اريد اقلب الاسكالوب عشان صار انطبخت شويه. هسه راح احط شويه ملح على الاسكالوب. وراح احط شويه فلفل اسود واتركه هم ينطبخ شويه 3 دقائق الى 4. الخضروات شويه راح احط عليها اوليف اويل وراح احط شويه ملح راح احط شويه فلفل اسود. الخضروات دائما احب احط عليها ليمون بيبر اللي هو ليمون بشويه فلفل اسود ليمون وفلفل اسود في شيء يعطيها شويه حموضه تطلع كلش طيبه. جايز هاي الطاوله راح اسوي بيها تمن. خلصت السكالوب راح اطلعه حتى اسوي الصلصه مالته. بعد شلون انطبخ كليتهم هسه اطلعهم. طبعا نفس الطاوله راح احط شويه زبد. الزبد هذا كليته هسه راح استخدمه. شوفوا هاي القطعه كليتها مال زبد. Going in there. هسه عندي هالقد ثوم راح احطه فوق الزبد. هسه راح اضيف عصير الليمون حتى دا نسوي الصلصه. جايز ويانا هالصلصة صارت. هسه راح ارجع احط الاسكالوب داخل الصلصة واخليهم شوية ينطبخون سوا. جايز طبعا صار كل الاكل. هسه بس دا احط الاكل بالمواعين وناكل. رحت نزلت شعري حتى شوية ينشف سحبت سبق اظافري قبل ما يصير الاكل. مع البروكلي والكاليفلاور شلون صار اللي هو القرنبيط ريحته تخبل كل شوية أحب أكل بروكلي قرنبيط. ياي ثانك يو شكراً. بسم الله دقيقة ناكل سوا. هي اسمها butter garlic scallop. I'm so proud of myself. طيب وش طيب؟ بس هو بتحس بطعم الليمون. هسه وقت بس انا شف شعري بالسشوار ويخلص لومي بصراحه جايز ما راح اسوي شيء ثاني. ف بس راح احط شويه كريم على شعري هذا الواي دائما استخدمه وياكم. طبعا انا ما راح اطلع لكم باشياء جديده جايز اذا منتبهين الاشياء اللي استخدمها كانه هي هاي الاشياء اللي استخدمها اعود نفسي عليها. مو كل يومين والثالث استخدم شيء جديد لان اني مو من هذا النوع، مو من النوع اللي احب اجرب اشياء، خلاص من اشوف شيء يفيدني التزم عليه، الا اذا احد يقول لي لا 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 ايش تسوين خلي افيدك اكثر، يلا اجرب غير شيء يو نو. ما احب اجرب برودكتس واتعب بشرتي واتعب شعري واتعب كل شيء، لان اني احس انه الروتين هو احسن شيء تسووه للبشره وللشعر، انه تمشيهم على روتين انتو يفيدكم، لان كل شعر يختلف، كل بشره تختلف، هذا اللي احسه. So yeah, that's it guys. أتمنى تونست وياي بهذا الفيديو. أدري أني أكلت وياكم بس وجبتين مو ثلاثة أو أربعة، بس صدقوني أني حسب المزاج مرات أكل اثنين مرات أكل بس وحدة والباقي كليته سناكس، فكل يوم تختلف. أني متأكدة مليون بالمية أنتم هم مثلي، كل يوم شكل كل يوم مزاج. كتبوا لي بالكومنتس إذا أنتم مثلي. That's it. أتمنى حبيتوا هذا الفيديو وتونست وياي. إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون ثامز أب، واللي بعده مشترك بالقناة لا تنسون تسوون سبسكرايب.
واني احبكم كل شويه، اشوفكم على المره الجايه. باي.